تيبي. شكرا نايف. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وباسمه نستعين. حفلنا الكريم باب تحدي جديد يفتح في هذه اللحظات، باب تحدي رئيسي هو مع الشوط الثالث. هذا هو شوط البندقية، شوط ال400,000 درهم، شوط القعدان المفتوح. مع هذه الانطلاقة نجد مشاهدين الكرام أسماء قوية تحضر، أسماء قوية رشحت لما لها من قوة في الأداء وفي الحضور. مؤرخ الشامخ ومسبار، الخور والوحش، مجازف والأسد، المختبر، المنتحر، شعيل وشاهين، ومشاغب. الله الله الله، شوط البندقية الذهبية. إذا حفلنا الكريم انطلق مع هذا التحدي. مباشرة مع مقدمة هذا الشوط. والوحش، هناك الوحش يستأنس بالصدارة، تكسر هذه الانطلاقة وحشته في هذا الشوط، وبالتالي الوحش يحتل المركز الأول منطلقا مع الشعار سعيد بن سيف بن علي بن سويلم الكتبي، يدفع بالوحش على المركز الأول. المركز الثاني هنا مشاغب يحتل مركز الوصافة، يقتفي أثر الوحش منطلقا وحاضرا، يقدم مشاغباته على مستوى الصدارة. هو ناجح حتى هذه اللحظات، لما لا إن سألتموني، لأنه يتجاوز ويتسلل على حساب الوحش. مشاغب إذن غير وانتقل انتقالة سليمة إلى المركز الأول. سعيد بن سيف بن سالم النيادي مع المركز الأول. المركز الثاني هنا الوحش، بينما أتابع المركز الثالث. المركز الثالث مؤرخ، مؤرخ إذن هو من يحتل المركز الثالث، وسوف نؤرخ له كما سيؤرخ له المتابعين وسيؤرخ له التاريخ هذا الحضور في هذه المنافسة التاريخية. علي بن سعيد بن سالم الزرعي، أعتقد بأنه مالك يورانيوم. يا سلام، ينطلق إذن بعد يورانيوم مع مؤرخ. بينما المركز الرابع هنا المختبر، يلا يا المختبر، فأنت في اختبار صعب وخطير. المختبر عبد الله بن معيوب بن محمد العامري مع المركز الرابع. وفي المركز الخامس أجد هنا التسلل من المنتحر، دعها انطلاقة انتحارية يا غانم، يا بن عبد الرحمن يا الهديفي. يا سلام، أنهينا نداءنا الأول، وأعود بحضراتكم هناك إلى مشاغب، إلى من يقود الصدارة. وإن سألتموني أيضا سؤالا آخرا في هذا الشوط عن عنوانه، فعنوانه في منطقة الصدارة في شارع المرموم، صندوق بريده رقم 1، المركز الأول. إن أردتم مراسلته فعليكم بالرقم 1، لأنه يعشق الرقم 1. وانتبه يا النيادي، كيلوين متر على تسجيل اسمك هنا في ذاكرة التاريخ، سننقش اسمك واسم مشاغب إن حافظت على المركز الأول، وإن انتزعت هذا الرمز الكبير. بندقية إذن مع مشاغب حتى هذه اللحظات، يقدم مشاغب على الصدارة. سعيد بن سيف بن سالم النيادي، وفي المركز الثاني أتابع هنا الوحش على المركز الثاني، يتقدم ممثل المدام، يدفع سالم بن علي بن راشد بن كليب الكتبي مع الوحش في المركز الثاني. وفي المركز الثالث أجد شعار المسند، بدأ يتقدم، بدأ يتسلل هنا مع الخور. الله الله، ممثل الخور حضوره حضور قوي، نافس على الشوط المفتوح وجاء في المركز الثاني، انتزع مع تهاني شوط البكار العمانيات، يطمح أيضا إلى منافسة أخرى في شوط البندقية، شوط اللقاية القعدان المفتوح. إذا المركز الثالث هنا الخور، ينطلق مع ممثل الخور عبلي بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الرابع المنتحر، غانم بن عبد الرحمن بن غانم الهديفي،
الحليفي مؤرخ على المركز الخامس علي بن سعيد بن سالم الزرعي. أعود من جديد إلى الكيل الأخير. الله يا مشاغب ما أجمل هذه المشاغبات، ما أجمل هذه الحركات، حركات طيبة يقدمها على صدارة هذا الشوط يتراقص هناك. الله يا مشاغب، مشاغب إذن ينطلق مشاهدينا الكرام يشق الطريق نحو المنصة الرئيسية نحو نقل السلامات إلى العين، ولكن أتابع المركز الثاني المنتحر. الخطورة مع مؤرخ، يا سلام، وصل الزرعي، يتقدم الزرعي، يتقدم مالك يورانيوم. إذن مشاهدينا الكرام نسير بكم في اللحظات الحاسمة، مشاغب على الصدارة، المنتحر على المركز الثاني، مؤرخ على المركز الثالث، المركز الرابع شاهين، يصل شاهين، سيب بن عبد الله بن محمد الرميثي، ولكن النيادي مع مشاغب، يشاغب النيادي. الله الله، هل ستنجح في هذا الاختبار بعد هذه المشاغبات يا النيادي؟ دعونا نتابع المنتحر على المركز الثاني، غانم بن عبد الرحمن بن غانم الهديفي، المركز الثالث، هنا يتقدم مؤرخ علي بن سعيد الزرعي، مؤرخ، المنتحر، شاهين. الله الله، المنتحر إذن ينتحر على البندقية، ينتحر الهديفي مع المنتحر على الصدارة. المركز الثاني مؤرخ والزرعي، ولكنه شحاني هذا الرمز. سلام معيذر، سلام، سلام المنتحر، سلام، مشكور، مشكور يا الهديفي. غانم بن عبد الرحمن بن غانم الهديفي والبندقية شحانية مشاهدينا الكرام. المركز الثاني كان من نصيب مؤرخ لعلي بن سعيد بن سالم الزرعي، المركز الثالث جاء فيه شاهين لسيب بن عبد الله بن محمد الرميثي، المركز الرابع كان مع الخور علي بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند، والمركز الخامس مشاغب لسعيد بن سيب بن سالم النيادي. مشاهدينا الكرام اذا هكذا ينجح المنتحر في نقل السلامات من هنا من التحليق بالبندقية الذهبية وبالرمز من المرموم إلى معيذر. والتوقيت الزمني 7:34 وفاء وتماما تهانينا لعبد الرحمن بن غانم أو غانم بن عبد الرحمن بن غانم الهدي في المركز الثاني، كان مع مؤرخ وقطع المسافة في 7:35 ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا لعلي بن سعيد بن سالم الزرعي، المركز الثالث جاء فيه شاهين، وتوقيت شاهين لحظة الوصول 7:36 سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شاهين سيب بن عبد الله بن محمد الرميثي.